يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا لي أطفال صغار يلعبون في حوش البيت، وأحد الجيران يشتكي من أصوات أولادي، لكني لا أستطيع منعهم من اللعب، فماذا أفعل؟ وهل يجب علي منعهم؟ نعم، إذا كان جارك يتضرر من أصواتهم وصخبهم فمنعها، فحاول يعني إزالة الضرر، تجعل لهم ملعب بعيد عن الجار، تجعل لهم تأمرهم بغض أصواتهم إلى غير ذلك، تعرف الشأن. نعم.